السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، ونلتقي مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وكرمه، مع الشكر طبعا لجمعية إشراق في المقدمة. والحلقة دي مهمة جدا من منظوري، أتمنى نسمعها للآخر، لأن دي بتتكلم عن أهم ما نمتلك. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لتعمير الكون، وتعمير الكون وإن إحنا نتزاوج ونتناسل ونجيب أولاد أو بنات. أتمنى من الله إنهم يكونوا صالحين وجيدين وطيبين ومعافين. أولادنا هم أهم ما نمتلك في هذه الحياة. النهاردة الحلقة مخصصة لأولادنا، فلذات أجدادنا سواء بنين أو بنات. النهاردة هيتكلم عن حاجة مهمة. للأسف لو تخيلنا إن الدين بتاعنا كله كمسلمين وجد لحماية النفس البشرية، من ضمن المقاصد الشرعي في الدين حماية النفس، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، طب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النهاردة هيتكلم على حاجة، تخيلنا لو سنويا في أمريكا لوحدها 3000 طفل بيفقد حياته بسبب الانتحار. اتكلم عن طفل، يعني حاجة في عمر الظهور بسبب الانتحار. يبقى اللي هتكلم عنه النهاردة حاجة مهمة جدا. لو ان الانتحار في امريكا بالنسبة للاطفال والمراهقين هو ثالث سبب في الوفاة على مستوى امريكا كلها، الانتحار بالنسبة للاطفال والمراهقين. عشان كده كأهمية الموضوع النهاردة ألا وهو الاكتئاب في الاطفال والمراهقين. الأبحاث كلها قالت إن الاكتئاب بيسيب الأطفال الصغيرين، لو ما حطناش فئة المراهقين، هيبقى الأطفال اللي عندنا اللي هم من سن 4 أو 5 سنوات لغاية مثلا سن 9 أو 10 سنوات قبل فئة المراهقة بحوالي 2%، يعني من كل 100 طفل عندنا طفلين مكتئبين. طيب لما هنحط مجموعة المراهقين، يعني وصلنا لغاية مثلا 16-17 سنة في العمر، يبقى من سن 5 سنوات أو 4 سنوات ل 16 أو 17، بيصل احيانا من 9 ل 10%. وفي بحث من الابحاث كان مستثنى شويه، لقوا 30% عندهم اكتئاب. يعني من كل 100 طفل في المرحله دي، تخيلوا من سن 5 سنوات لغايه 15 سنه او 17 سنه، ممكن نلاقي 30 طفل عندهم اكتئاب. اتكلمت قبل كده عن الاكتئاب في الحلقه السابقه، كان عن الاكتئاب عند الناس الكبار. هنفاجئ النهارده ان الاكتئاب في الاطفال فيه علامات كبيره قوي، كتيره زي علامات الكبار. عشان كده بقول خلي بالكم يا جماعه، اطفالنا ما عدوش اطفال. في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الاطفال وعيهم الثقافي وفكرهم بقى يسبقنا بمراحل. انا دايما بشبهها للمرضيه الزوار في العياده، اقول لهم بصوا انت مسكت الجوال ابو كاميرا وانت عندك كم سنه، ابنك دلوقتي ماسكه وعنده كم سنه. النقله دي كلها طفره حضاريه بين سننا وبين سن اولادنا، فاصبح اطفالنا كانهم كبار بس في جسد الاطفال. من ضمن عوارض الاكتئاب في الاطفال، قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت وهبدا استكمل النهارده، ان الاطفال اللي يميز الاكتئاب في الاطفال المراهقين ان بيجي بصوره غير تقليديه، اتيبيكال ديبريشن، مش ميجر ديبريسيف ديس اوردر زي ما احنا فاهمين. عليه نفس المواصفات لكن لا في اضافات تانية، وده اللي بيخلي تشخيصه ساعات يضيع مننا ويعدي مننا ويفلت. هنقول برضو شويه حاجات حلوه، ان دائما بيشخصوا في الغالب في الاطفال البنات بتشخص الاكتئاب فيها اكتر من الاولاد، رغم ان الكبار العكس، في الكبار الذكور تبقى 2-1 في الغالب في الذكور اللي هم الأضلت البالغين بالنسبة للاكتئاب. طب ليه؟ قال لك لأن في الغالب في غالب البنت بيبقى عندها مساحة شوية عن التعبير. الناس بتشوف ان طبيعي ان البنت تعيط وتحزن وتبكى فيسمعوا لها، لكن لو ولد بيعيط او بيحزن من البداية، عيب ما تعيطش، انت راجل خليك كبير، فبيقفلوا جواه التعبير عن فكرة الاكتئاب. عشان كده بيشخص الاكتئاب في الأطفال الذكور اقل من الكبار، اقل واقل من البنات، لكن بيشخصوه اكتر في البنات. طيب هنقول شوية حاجات كويسة عن الاكتئاب دلوقتي. بنقول زي ما قلنا كده ان الاكتئاب، عشان افكركم بس، مش فكرة ان انا زعلان او حزين، لا، الاكتئاب عمره ما كان حتي. الاكتئاب بنشخصه بان هو الزعل او الحزن او الكآبة مع عوارض اخرى اكتر اسبوعين فما اكتر، اسبوعين في حوالي شهر او اكتر بقى او سنة او اكان، لكن مش بس فكرة اني زعلان او حاجة وقعت مني. الاكتئاب فيه عوارض لازم تكون مهمة في الاكتئاب: احساسي بالزعل والحزن، ثم إحساس اللاقيمة، الشعور بالذنب، الوهن أو الضعف العضلي، تغير الأكل بالنسبة للزيادة أو النقصان، تغير النوم بالنسبة للزيادة أو النقصان، ثم المصيبة الكبيرة العوارض الانتحارية. طب يا دكتور ما أنت قلت كده في الكبار. أيوه، بس النهاردة في حاجة مهمة جدا، إن الأطفال أما بيجي عندهم الفكرة الانتحارية بعكس الكبار، الكبير ممكن يرجع شوية، ممكن يحسب الحسابات قوي، في عنده أكتر من حاجة ممكن يخليه يرجع. الطفل لما بيفكر في انتحار، للاسف انفورشنتلي الانتحار في الاطفال جاد يا جماعه، وغالبا ما ينجح. يعني قليل قوي اما تلاقي طفل كان بيفكر ينتحر وتفلت منه. يعني ممكن بين الناس بالغين في العياده وكبار، مثلا بنت ولا ولد
بعد المراقبه شويه او في سن شاب لاي سبب عمل انتحار ولحقوه واسعفوه. غالبا بيفشل الانتحار مع الكبار شويه بعكس الاطفال والمراهقين، احيانا كثيره بينجح. مصيبه سوداء يعني، بيفكر وما بيعرفش يهدد او يلوش او يهوش زي ما بيقول بالمصري، لا ينتحر يبقى انتحار، انتهت القصه. يفاجئ الاب والام ان ابنه فلت من بين ايديه لا قدر الله ولا حاجه، او ضح في لحظه من غير ما ياخد باله. طيب في حاجه مهمه جدا بنقولها بقى، هو ايه الاكتئاب الاطفال؟ اكتئاب الاطفال هي جزء من العوارض الاكتئابيه اللي قلنا عنها في الاول، اللي هي الزعل، الحزن، الكآبه، ثم فقدان الثقه بالنفس، ثم الميل للعزله، ثم تغير الوزن والشهيه، تغير طبيعه النوم، والافكار الانتحاريه. لكن ايه بقى اللي يميز اكتئاب الاطفال؟ دي الحاجات بقى الغريبه اللي ما بتشخصش. يجي لنا اكتئاب الاطفال والمراهقين في صور مختلفه. نعد بقى مع بعض بالراحه. اول حاجه تغير السلوك اليومي. ابننا كان بيصحى من النوم، بياكل، بيشرب، بيلعب، ملاك او بنتنا ملاك في البيت. بدا ابننا يصحى من النوم معكنن، بدا يعصب على اي حاجه، بدا مزاجه يبقى حاد، تمبر يعني على الحرف، يصوت ويعيط، بدا الواد او البنت يبقى بكاء زياده من غير سبب، اي حاجه تلاقيه يعيط. طيب ادي جزء. طب ابننا الكبير شويه اللي بيروح المدرسه، بدا الولد يتغير تحصيله الدراسي، بدا يجي لنا شكاوى من المدرسه منه، ابنكم مش مركز، ابنكم مش منتبه، وخلي بالكم عشان برضه ما انتوش يعني لسه ما اتكلمناش عن فرط الحركه وتشتت الانتباه وهيتكلم عنه في حلقات جايه، لا بس الولد ما عندوش فرط حركه بس بدا يبقى في الفصل مفهي باللهجه السعودي او مش مركز قوي، مش واضح، ذهنه مش صافي، بدا يهمل في الواجبات الدراسيه، بدا يتعمد ما ياخدش الكتب اللي بياخدها، بدا يرد على المدرس او المدرسه بصوره رود طف، لا مش الصوره بتاعته، لان مثلا اجتماع الاباء والامهات، والله ابنكم كان كويس جدا بس مش عارف يتغير سلوكه الفتره الاخيره. طيب تعالى، بدا يصمت، كان بيجي المدرسه يتكلم يقول يحكي احنا عملنا وخلينا وسوينا، لا بدا يبقى فيها صمت شويه. طب تعالى بقى كمان حاجه مهمه جدا، ده بدا يجي لنا يا اما مضيع حاجاته، مضيع كراساته، مضيع اقلامه، او حاجه كمان اوحش، ده بدا يجي ومعاه في الشنطه اقلام اضافيه او كراسه اضافيه او حاجات مش بتاعته. سلوك متغير جدا في ابني او بنتي اللي في سن المراهقه. طب تعالى بقى ابن المراهق اللي اكبر شويتين كده، اللي مثلا سن الاعداديه ولا حاجه، بدا يتاخر عن البيت، المفروض يطلع من المدرسه الساعه 12 يكون في البيت 12 ونص، لا بدا يجي واحده، بدا يجي واحده ونص، بدا مصاريفه تزيد. ايه ده يا دكتور الكلام ده كله، انت بتتكلم في حاجات كتير قوي. ايوه ده اكتئاب الاطفال والمراهقين. ما جالناش قال لنا انا والله مكتئب يا جماعه ومزاجي مش حلو ومعاك من شويه لا، تغير السلوك ده كله بنحط عليه علامه استفهام. بدا ابني او بنتي ما كانش بياكل، لا بدا بياكل زياده، الله ابوه فرحان، لا ما تفرحش قوي، ده الاكل ده اكل نهم وشره لحاجه تانية مبني على قاعده تانية. او العكس، كان ابني بسم الله ما شاء الله، او بنتي بيخلص طبق او بتخلص طبقها وتقوم وتشيل الطبق على الترابيزه وتحطه في المطبخ، لا بدا ما ياكلش الطبق بتاعه وما يخلصوش. يبقى ايه؟ يبقى تغير سلوكي عام. شوف، من اول التحصيل الدراسي، من اول الانتظام. طب بدا ابني او بنتي يكذب، ممكن يجي النهارده هدومه متقطعه من المدرسه ولا متبهدله شويه، ولا لا ده انا وقعت الحقيقه انه متخانق. نعم متخانق في المدرسه او متخانقه في المدرسه، لان بدات تبقى على التمبر، بقت تبقى على الايدج، فبتبتدي بتخانق مع زميلاتها او بتخانق مع زملائها او مش متحملهم، فبداوا يتلموا عليه، يتكتفوا عليه، يتخانقوا معاه، يضربهم، يضربوه، برضو دي حاجات ايه؟ تغيرات سلوكيه. كل ده يا جماعه اكتئاب في الاطفال، تخيلوا. واحنا شايفينها اما ده ابنك بقى شقي، ده ابنك مش مؤدب، ده ابنك قليل الادب، لا ابنك له شقي ولا مش مؤدب ولا قليل الادب، ابنك في مرحله او بنتك في مرحله اكتئابيه، بس انت ما انصتش وما سمعتش وما انتش واخد بالك من الاعراض كلها. ابنك مش ما عندوش فرط حركه وما عندوش شتت انتباه وعنده تركيز، بس ابنك ذهنه مشوش من كتر الصراع الداخلي اللي جواه. ماشي، في اسئله، في سؤال بيقول دكتور انا نوم كتير، ان شاء الله هرد على الاسئله كلها في الاخر باذن الله. نوم كتير جدا وبحس بخنقه جامده من غير اي سبب، وبقيت بنام كتير، دي عوارض اكتئابيه بدايه اللي صاحب السؤال، دي عوارض اكتئابيه. وتغير، قلنا ان من الاكتئاب، الناس تفكر ان الاكتئاب اسهر، لا الاكتئاب ممكن يبقى فيها ارق وممكن يبقى فيه نوم زياده، الاكتئاب ارق او نوم زياده. اكتئاب في خنقه وكتمه في الصدر، بس مش كورونا، لا كتمه في الصدر، تقل عضلي، مش مستريح في التنفس. طيب ايه انواع الاكتئاب في الاطفال؟ انواع الاكتئاب في الاطفال، خلي بالكم برضو، فاكرين لما كنا نتكلم في الكبار قلنا اكثر من 270 شكل
الاطفال فيها انواع مختلفه برضه، يعني ممكن تقابل في الاطفال في صوره صغيره جدا جدا ان الولد بقى مزاجه معكنن، بس عكننه مزاج اسمها ديثايميا، يعني بقى بالمصري كده ايه ده غتت، ده مش مريح، ده ما بيبتسمش، ده كشري. الالفاظ اللي قلناها دي هي الواد غلبان، هو لبس التوب الاكتئاب من غير ما تاخدوا بالكم، دي ثلمية خفيفة. ممكن يجي الاكتئاب في صورة حاجة تانية تاني، اكتئاب اللي هو الوجداني الثنائي القطب، اللي جزء من البايبولار ديبريشن، من البايبولاريتي اللي هي المرح الزهري في ناحية والاكتئاب في ناحية. الاكتئاب ممكن يجي في الأطفال مع عوارض ذهنية، نعم أي عوارض ذهنية، هلاوس وضلالات وتخيلات واحساس بالاذى واحساس بالاضطهاد واحساس بالمعاناه واحساس ان بيتكلموا عليا، احساس ان مش بيحبوني، دي برضه عوارض ذهنيه. ممكن يجي الاكتئاب في صوره ما بعد الانفلونزا والزكام. افتكروا كده كتير احنا ككبار جاني دور برد او زكام وطلعت بعد يقول الله ده انا معكنن جدا، كان عندي دور برد الاسبوع اللي فات وعكنني. هي بتيجي عكننه في الاطفال برضه، خلي بالكم العكننه دي لقوا في علاقه رابط بعض الفيروسات اللي بتاثر على البرد والزكام ممكن تاثر شويه على المخ وتديك عوارض اكتئابيه، فممكن يجي في الصوره دي برضو عند الاطفال وعند اولادنا الصغيرين وبناتنا الصغيرين. برضو حاجه مهمه جدا، ممكن الاكتئاب يجي كجزء من السلوك السيء اللي في الاي دي اتش دي، الاتنشن ديفيس هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. فعشان كده الاكتئاب مع الاطفال لازم يكون ايه، يعني مركزين شويه، بنسمع حلو، بنحط كذا الفروقات دي كلها الديفرنشال دايجنوز واحنا قاعدين، لان قلنا زي ممكن يكون قلنا اكتئاب بس، ممكن يكون عكنانيه مزاج بايس سايما، ممكن يكون جزء من البايبولاريتي وهيغير الفتره الجايه. فالموضوع برضو بيحتاج تركيز وهدوء مننا في العياده اما بنشوف طفل او طفله نتكلم معاه. طيب في بقى حاجات مهمه جدا نقولها برضو في الاكتئاب، الحاجات الاساسيه ان الاكتئاب في الاولاد يؤدي الى فقدان التحصيل الدراسي. تخيل احنا يعني انا دلوقتي راجل مثلا ربنا كرمني وبقيت دكتور في مكان معين وبشتغل في مكان معين، انا لو اكتئبت او حزنت مش هياخدوا مني الشهاده بتاعتي، خلاص هي دكتور معاك من دكتور ما بيشتغلش، انت موظف او انت موظفه في مكان ومكتئبه زعلانه ادائك هيبقى مش حلو، لكن مش حدش هياخد. لكن تخيل ابنك او بنتك بقى اللي لسه طالع للمستقبل ونفسك يبقى مثلا راجل قد الدنيا، مهندس، دكتور، مدرس، ايا كان رزقه، تخيل بقى يفقد التحصيل ده. عندنا بنشوف في العياده بنات وبنين في سن الثانويه العامه كده في سن المرحله دي وسبب الدراسه سنه واثنين وضاع مستقبلهم عشان فكره بس عوارض اكتئابيه، هنقول اسبابها ونقول ليه حصل معهم كده. فالاكتئاب اذى بالنسبه للاولاد ان بيفقدوا المستقبل بتاعه والحياه بتاعته. هو احنا ايه الا مجموعه، يعني معلش يقولها كده باللفظ بتاعنا، احنا مجموعه شهادات حصلت وتكونت واصبحت جوه على الحيطه عندنا باسم الدكتور فلان او المهندس فلان او المدرس فلان، واصبح ده الواقع بتاع حياتنا. وللاسف المجتمعات بتاعتنا بتقيمنا دلوقتي، ما بتقولش انت انسان، لا بتقول حضرتك ايه، مين شغال، ايه تحصيلك، ايه راتبك، كام وظيفتك، فين. فاصبح الانتاجيه بتاعتنا والتاهيل بتاعنا والانتاج المجتمعي بتاعنا كله بيندرج تحت الحته دي. انت بتخيل لو ابن او بنتي فقد الطاقه دي بقى من البدايه واصبح غير منتج، اصبح عالة على البيت كله، فدي مشكله كبيره بالنسبه للاكتئاب. قلنا الاكتئاب بالنسبه للاولاد الصغيرين فكرة الانتحار بقى، ودي اللي بتخوفني قوي. تالت سبب زي ما قلت تاني، تالت سبب للوفاة في الناس اللي من سن 10 ل 24 سنة كان الانتحار. ومعظم أسباب الانتحار بتكون اكتئابية بالبداية. طبعا في جزء من الانتحار نتيجة التعاطي، نتيجة العفاقير، نتيجة أمراض عضوية مزمنة ولا حاجة، بس لو المعظم المين برانت الميجر كوز اب تو 85 or 90% of causes of depression of suicide are depression. يعني 80 ل 85 او 90% كلها بتكون عوارضها اكتئابيه او اسبابها اكتئابيه او اكتئاب لم يعالج. فبالتالي احنا عندنا مشكله ان حياه ابن او بنت مهدده. دي برضو بالنسبه لمين؟ لحاجات الاكتئاب. بيجي سؤال عندنا، يا دكتور يعني انا دلوقتي لو ابن او بنت مكتئبه هاجيبه ها وتدوا له دواء والواد صغير او البنت صغيره؟ دي بقى الحتة اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعة. السلام عليكم عند الدكتور الطب النفسي مش معناها ان خد دواء. قلنا الطب تقدم بفضل الله سبحانه وتعالى واصبح عندنا اكتر من موداليتي، اكتر من طريقة علاجية. علاج اولادنا وبناتنا مش بسهولة جدا ندي دواء في الاطفال. من 1 لحد 10 في الطب النفسي كله على مستوى العالم في الاطفال هي العلاج السلوكي في الاول. بنركز فيه قوي. ما لم تكن الحالة destructive يعني حاله destroying يعني حاله بقى يعني كاتاستروفيك كده وجاي لنا بقى بازمه كبيره وجاي بعد محاوله انتحار كانت جاده
بهدل فيها الولد او البنت دي ساعتها خصم عنها بنلجا للدواء. لازم نفهم حاجتين، ان الادويه اللي في الطب النفسي دلوقتي اصبحت كلها امنه. يعني بقول دايما لكل الناس قلنا ادويتنا احنا في الطب النفسي اخف واقل ضررا من ادويه الضغط والسكر. صدقوني انا مش ضد ادويه الضغط والسكر، لكن ادويه الطب النفسي اخف. في سؤال بيقول هل البادز لها دور في زياده اكتئاب الاطفال؟ هنتكلم لما نتكلم عن الاسباب هتلاقوا لها دور. شوفوا مشكلتنا كلها في التفاعل البشري. كل الاجهزه بتعمل في اولادنا ايه؟ الاجهزه كلها سواء كان ايفون او ايباد او بلاي ستيشن او اي حاجه من دي او حتى التلفزيون بياخد ابنك من المجتمع من التفاعليه للانهزاميه وكتله. اصبحت مني للجهاز زي ما انتم شايفيني كده. مني للجهاز معناها ايه؟ ان بابا بتكلم، ماما بتتكلم، اخواتي بيعملوا، انا ما عدتش بشوف بشر، انا بشايف بس انا واللعبه اللي قدامي، الجيمز اللي بلعب فيها او الشاتنج اللي شغال عليه. يبقى العالم كله اصبح في دماغي فيرتشوال. تخيلي اجي اروح المدرسه الصبح الاقي التيشر بتقول لي ايه؟ اكتب. اكتب ايه؟ اكتب دي. ودي هتواجهها جدا في اولادكم الصغيرين اللي داخلين الحضانات كي جي 1 وكي جي 2 بقى وجريد 1 والقصه دي كلها. هتلاقي اول بنت جاي لك مش بكتب، عضلات ايديه ضعيفه. ليه؟ لان هو اتعلم على السحر. ايه السحر؟ التاتش. بيتاتش بترسم، بيتاتش بتتحرك، بيتاتش بتطلع الصوره، بيتاتش بروح اكتب وامسك قلم واتكه واضغط. إيه مش لاعب ده، انتوا نينا قوي. لا يجي بده بنت يرفض الكتابه، وتلاقي اولاد كتير جدا اذكياء ان بيشوف وبيحصل وبيفهم، ممكن يقول الكلمات لكن تعالى اكتب. يبقى عبء الهوم ورك بتاعه جدا. مشكلته في مين؟ في الكتابه. ماشي. يبقى دي المشكله. فالاجهزه هتخطفوا مننا كلنا. في سؤال بيقول كيف اتعامل مع ابن المكتئب مع وفاه صديقه المقرب؟ اول حاجه اسمع له، قول له انت زعلان ليه؟ قول له انت زعلان ليه؟ قول له ايه اللي حصل؟ قول له ايه اللي افتقدته في صديقك بعد الوفاه؟ احنا مشاعرنا للاسف مع الزمن الحديث اللي احنا فيه ضاعت شويه واختفت وبقت سخيفه وبقت بارده. ما عدناش عندنا التفاعليه العاطفيه، ما عادش عندنا الانصات والاستماع بتاع زمان. لدرجه ان احنا احيانا بنكلم اولادنا واحنا لنا في الجوال بتاعنا. اسمع ابنك اللي صديقه توفى. تخيل ربنا يعافيك يا رب لو صديقك انت توفى، بس صديقك المقرب اللي انت شايف الدنيا كلها من خلاله، هتكون عاوز الناس تكلمها في ايه وتشاركك في ايه؟ وشارك ابنك فيه، وشارك ابنك فيه. في سؤال جاي بيقول هل التاخر اللغوي ليه دخل في الاكتئاب؟ طبعا. اما يكون في تاخر في اللغه هيحصل ايه؟ ما احنا بنتحاور ونتفاعل مع بعض بحاجتين، باللغه المنطوقه واللغه الغير منطوقه اللي هي البادي لانجوج. يعني اللغه المنطوقه اللي لك لو سمحت تعالى اعمل اتفضل ازيك، او الغير لانجوج اهو كده شاورت لك معناها بقول لك هاي كده، بقول لك تعالى. طب ابني لو ما عندوش الملكه دي او بنتي وفي تاخر وعاوز يلعب الكوره مع الاولاد، انا لو عاوز العب اروح اقول لهم لو سمحتوا العب معاكم. طب لو مش عاوز العب، مش عارف في اللغه والحوار، هروح امسك الكوره هيتخانقوا معايا. مره ورا مره ورا مره ابني او بنتي هينطوا هينزوا لان مش عارف يتفاعل مع الاخرين. طب ما لو انطوا او انزوا ومحدش كلمه بقى وانعزل لوحده دخل في عوارض اكتئابيه. فالتاخر اللغوي مهم برضو، التواصل مهم في حياتنا كلها. طبعا زي ما قلنا قبل كده عوارض الاكتئاب عامه في الاطفال، وقلنا الخاص بتاعها اللي قلناه اللي هي تغير السلوكي المستقل المميز للاطفال، دي حاجه لوحدها مستقله. طيب هي ايه اسباب الاكتئاب بقى في الاطفال؟ ايه الاسباب؟ طيب في سؤالين مهمين جدا. واحد بيقول تكلم عن الحوار والنقاش بين الاباء والابناء، وفي سؤال كيف احكم على عدم التحصيل، هل هو عدم اهتمام ام تشتت انتباه مرضي؟ في عندنا مقاييس سلوكيه دلوقتي الحمد لله في العيادات كلها متوفره في معظم المراكز الطب النفسي، بنعمل مقياس سلوكي بنوضح هل هو فرط حركه وتشتت انتباه او ضعف في تركيز بس، يعني هل هو جزء حركه او جزء انتباهي او حتى عوارض اكتئابيه كمان، لازم نفرق بينها. والدليل على كده بيقولها كده بتركه صغيره، شوف ابنك او بنتك بيقعد قدام التلفزيون او قدام الجوال بتاعه فتره قد ايه. والله لو ابن او بنت قاعد قدام التلفزيون او قدام الجوال فتره طويله ما بيتحركش ومركز على المسلسل اللي بيحبه، يبقى في الغالب مش فرط حركه وتشتت انتباه. اسال ابنك كده سؤال كده خفيف، ده حاجات يعني تركات خفيفه، هو بيتكلم عن ايه الكرتون ده يا حبيبي او حبيبتي؟ لو حكى لك قصه الكرتون وفرحان وبتاع اعرف ان ابنك ما عندوش فرط حركه وتشتت انتباه. ابنك بس سلكتيف اختياري، حابب الجهاز شكرا جزيلا، حابب الكرتون لكن لا كاره الكتاب، دي قصه مختلفه. يبقى يتكلم ازاي نحبوه في الكتاب، او لا قدر الله عنده صعوبات تعليميه، دي قصه مختلفه كلها، دي قصه مختلفه. احنا عندنا اسباب الاكتئاب بقى في الاطفال، في حاجات مهمه لازم نعرفها. احيانا يكون الاكتئاب جيني، جزء جيني لوحده من عند جين الاب والام. لقوا كده في الابحاث ان لو الاب والام مكتئبين
فيه أربع أضعاف البشر العاديين إن ابنهم أو بنتهم قد يكون عنده اكتئاب. يعني لو أب وأم مكتئبين يبقى فيه احتمالية ما يعادل أربع أضعاف الآخر الطبيعيين إن أولادهم ممكن يكونوا مكتئبين. ممكن يكونوا مكتئبين. قلت المرة اللي فاتت حاجة حلوة أو بالنسبة للجين بالذات، إن الجين بتاعنا بيلزمه بيئة تعبر عنه، وزي ما قلت في المثال الكبار برضه هقوله في الصغيرين، لو أنا دم بتاعي كله اكتئابي لكن البيئة مساندة وسبورتيف وإيجابية ودفع للأمام، في الغالب الجين مش هيلاقي فرصة يعبر عن نفسه وهطلع سعيد مش مكتئب. ولو أنا جيني كله بهجة وسعادة بس البيئة محبطة مثبطة مهملة مزعجة، هطلع اكتئابي واطلع معاكني مهما كان دمي فيه من السعادة. فحيث الجين دي لسه فيها كلام كتير قوي. لو إن أهم من الجين بقى على التعبير هي البيئة المحيطة بيه. البيئة المحيطة يعني إيه؟ تعال نتكلم كده بصراحة. ابني أو بنتي بيئته الأولانية هي البيت. إذا ابني أو بنتي لقى البيت نفسه ما بيدلوش القيمة التعبيرية بتاعته، أنت تخين كده ليه؟ أنت ما بتاكلش كويس، أنت ما بتعملش حلو، أنت بدأ النقد. وخلوا بالكم الحتة دي قوي، النقد الأولي في البيت. أصبح الواد أو البنت كل يوم ماسكين كده سكينة أو شوكة وبنشكه كل شوية حتة في جسمه، أنت تخين، أنت رفيع، أنت ما بتاكلش، أنت فاشل، أنت بتوقع حتة. أصبح الواد أو البنت ودانه ما بتسمعش كلمة جيدة أبدا. يبقى أصبح إيه؟ في خلل داخلي في اعتداده بنفسه وثقته بنفسه. هذا أول رصاصة قاتلة تيجي باكتئاب لأولادنا، النقد في البيت. يكبر شوية أخوه الكبير أو أخته الكبيرة أو أختها الكبيرة متنمرة عليها في البيت. في الأول شو أتكلم كل ده في البيت، البيئة الصغيرة البيت، إن الواد ملوش شخصية في البيت أو البيت هي شخصية ما حد بيحترمه ما حد بيقدره، بيلطشوا فيه بيضربوه بيتنمروا عليه بياخدوا حقه عنوة أو غصب. خلي بالكم من دي. فيبقى التنمر ده خلي بالكم، الناس فكرت التنمر في المدرسة بس أو في الشوارع بس، يا جماعة في تنمر في البيوت، في تنمر من الأب والأم على الأولاد تخيلوا، وفي تنمر المدرسة مش من الطلبة أو الطريات مع بعض، تنمر المدرسة قد يقوم من المدرس أو المدرسة على الواد أو البنت، برغم إن برضه بيكون في تنمر من الواد أو البنت على المدرس أو المدرسة خلي بالكم. فيبقى أول حاجة النقد الغير بناء في البيوت، التنمر أو الأذى الشخصي في البيوت، العقاب والصراخ. في حاجة مهمة جدا في البيوت، الصراعات الزوجية الأب والأم. ابني أو بنتي بيشوف حياته كلها من خلال بابا وماما. يعني تخيل كده حطك قدامه مراية أو عدسة مكبرة بيبص بها على الكون كله، وحطك قدامه درع حماية شيلد، جولدن شيلد زي بيسموها. ابني الصغير بيقول لي بابا الجولدن شيلد ما حدش يقدر يكسره، هو انت الجولدن شيلد بتاعه، الدرع بتاعه. طب تخيل بقى لو لقى الدرعين بتوعه اللي بيحموه الاب والام كل يوم والتاني في صراعات وخلافات، وده بيزعق لها وهي بتزعق له والبيت غير مستقر، يقول في ذهنه ايه؟ يقول في ذهنه اذا كان اللي المفروض يحموني مش عارفين يستقروا. شعور عدم الامان يا جماعه، عدم الطمانينه، يخلي الولد او البنت نايم حزين، نايم بيفكر. وخلي بالكم اولادنا بيفكروا جدا، لو تناقش اولادنا الصغيرين بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي البعد الحضاري بتاعهم احسن مننا. الولد او البنت نايم وحاسس بعدم الامان، كل دي اسباب بيئيه خلي بالكم اهي، اهم من الجين تجيب اكتئاب. طب انتقل شويه الولد وكبر للمدرسه بقى، لقى المدرس مزعج، لقى المدرسه مزعجه، لقى الضرب في المدرسه، لقى التهديد، لقى الصراخ، لا الواجبات الزيادة أكتر من طاقته الجسدية أو الفكرية في الأول، اتلم عليه مجموعة البولينج أو التنمر تاني في المدرسة ومش عارف يعبر، ويجي يشكي لك أنت مشغول بجوالك والأم مشغولة في المطبخ كتر خيرها، أو مشغولة مع أولادها الأكبر أو مهملة، يبقى عندنا أصبع عد وهيكتئب أوتوماتيك في الليل. يبقى إحنا عندنا دايما بنقول من الأسباب قلنا جزء جيني وجزء بيئي. طبعا ما ننساش ابدا زي ما اتفقنا قبل كده دور الكيمياء. الكيمياء يعني ايه؟ قلنا السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين اللي ربنا خلقهم جوانا، لو حصل فيهم اضطراب نتيجه اي سبب من الاسباب هيحصل عوارض اكتئابيه. خلي بالك بس، قلنا البيئه والجين والتركيب البيولوجي اللي هو النيورون ادرينالين والسيروتونين والدوبامين ممكن يتاثروا كلهم ويختلفوا. يبقى كده برضو طبعا ما ننساش ابدا ان في جزء من الامراض العضويه اللي ممكن تؤدي لاكتئاب. ابن الصغير مثلا عنده ازمه ولا حاجه في صدره، بعدين بياخد كورتيزونات كتير مثلا الازمه، ممكن الكورتيزون نفسه يسبب اكتئاب بعد كده. قدرا ابني او بنتي طيب 1 دايابيتس ولا حاجه وبياخد انسولين وبياخد مش عارف ايه ودخل المستشفيات، ولا عنده حاجه عضويه وراح عمل عمليه في 2 في 3، طبعا ده كله هيكتئب، ده كله هيبقى اسباب عضويه تانية. في سؤال جميل بيقول ازاي اعزز السعاده عند الطفل؟ سؤال جميل والله، بس هنقول كلمه حلوه قوي. هو انا مش هعرف ادي السعاده الا اذا كنت انا بستمتع بيها. السعادة عند الطفل ما تجيش إلا أول حاجة بيئة مستقرة. أنا بتخيل كده، تخيل لو أنت ميت من الجوع
وخدت وجبت لك سندوتش دلوقتي وجيت تاكل السندوتش ولقيت هوب بيلحق ضرب نار وصواريخ ومطارده وبتاع، هتعرف تاكل مش هتعرف تاكل رغم انك انت ميت من جوع، هتجري ممكن تنسى السندوتش. لازم يكون في بيئه امنه الاول للاطفال، ادي امان عند الاطفال، يحس ان في استقرار في هدوء في اب وام كويسين. حتى لو في خلافات انا بقول كده لزوار العياده بقول له خلي بالك لو حصل خلاف بينك وبين زوجتك خدها في العربيه لوحدكم وروحوا الجراج وقطعوا الدنيا كلها لوحدكم، بس ترجعوا في الاخر بكيس بونبوني للاولاد، كنا بنجيب لكم بونبوني يا اولاد، ما تخلوهمش يشوف الخلاف ده. الامان في البيت رقم واحد. اثنين، فكره الانصات والاستماع. في قلنا في بيسمع وفي مستمع وفي منصت. يعني ايه بيسمع؟ انا شايف الكلام من بعيد بس ودني ولا بعمل لك اي حاجه. مستمع بقول لك ايوه خير بشاركك. منصت يعني كل همسه وكل لمسه، اما جيت تكلمني جيت سايب لك الجوال من ايده وبدات اتكلم معاك ماشي. في سؤال بيقول صديقتي مطلقه حديثا ومكتئبه، طبعا هي يعني هي طبعا كتر خيرها. طبعا الطلاق والوفاه بتدخل في جريف رياكشن، يعني الطلاق والوفاه والهجره والحوادث الكبيره دخلنا في جريف رياكشن اللي هي تفاعلات الحزن. فالطلاق اكيد هي هتخش في جريف لمده سنه ولا حاجه حزينه على حياتها وعلى مستقبلها. ساعات الام خطا منها تجي نقله كل اثار الطلاق وسلبياته على اولادها، ما انتوا ابوكم السبب، وتيجي كبه كل الهم ده على اولادها. دي محتاجه علاج سلوكي مكثف الفتره الجايه مع احتمال جزء دوائي ولا حاجه عشان نفصل الاثنين. الاولاد ما لهمش ذنب، الاولاد بريئين من كل اللي هي فيه. هي اختارت الزوج ده قبل الاولاد ما يجوا، وهي اختارت تتطلق بعيدا عن الاولاد، فالمفروض ما نحطش اولاد ابدا بين فكي اسد. لازم ننبهها على كده برضه عشان نعزز السعاده في اولادنا، ده مسليها. ما حطهمش ابدا بيني وبين مامتهم كحكم ولا حاجه لا قدر الله. من ضمن تعزيز السعاده لاولادنا ان اعرف امكانيات كل عيل من 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 عيالي او كل بنت من بناتي، اعرف امكانياتها عشان ما كلفهاش ما لا تطيق، ما كلفهاش ما لا تطيق. حته الصبر او التغافل في الاولاد في السن الصغير مهم يا جماعه، ان الاولاد لما يغلطوا بلاش العقابات المستمره وبلاش الصراع وبلاش الصراخ المستمر، ادوا مساحه شويه للخطا في الاولاد الصغيرين. زمان كانوا بيلعبوا في الشوارع وكانت الاخطاء كلها في الشارع وارجع البيت ملاك. دلوقتي للاسف ظروفنا اللي احنا فيها مع ظروف الكورونا كلهم محبوسين قدام عينيكم، فبلاش المنظر يبقى عليهم قوي عشان ما يتوتروش منكم ويحصل صراع خفي بينك وبينهم. طيب برضو في عندنا حاجه مهمه من ضمن الحاجات اللي تجيب اكتئاب برضو الاولاد، فكره ان انا دايما بانتقد اشياء في جسمه، تخنه طوله رفعه نحافته، كان حياته كلها الجسم بتاعه. فالولد يطلع او البنت منظوره لجسمه سيء، يبقى بالتالي منظوره للحياه سيء، يحس ان هو اقل من غيره، ده انت تخين قوي بطل اكل بطل شرب، انت رفيعه قوي انت جسمك مش عارف ايه. الحاجات دي كلها ما يستحبش نكررها كتير على اذهان اولادنا كسبب من اسباب الاكتئاب. ما ننساش ابدا ابدا ان النقد المستمر الغير بناء للاولاد يسبب اكتئاب اكتر، يسبب اكتئاب اكتر. برضو ما ينساش حته من اسباب الاكتئاب قلنا وجود عارض اخر طبي، قد يكون في ADHD اللي هي فرط حركة شتت الانتباه، قد يكون في بايبولاريتي موجوده في الخفاء. طبعا المرحله المراهقين بقى قد يكون ربنا يعافي الجميع من اولادنا وبناتنا فكره التعاطي الخفي. ما بنشوف دلوقتي للاسف تاني وبقولها، بنشوف في عيالاتنا من 7 سنين ومن 8 سنين تخيلوا عيال طاحوا في حاجات بالغلط دون ما قصد. التاجر ما عندوش خوف على ابنك او بنتك عند من 10 سنين، يعني من اول رابعه من اول 5 ابتدائي صف خامس ومن صف سادس ومن اول اعدادي بنشوف اولاد طايحين في حاجات خاصه اللي بيسموه الحقول البيضاء الامفيتامينز او الكبتاجون. الاولاد الصغيرين التاجر يعني بيقول له ب10 ريال الحبايه ولا ب5 ريال الحبايه، وابنك رجع لك يقول لك والله انا جبت سندوتش ب10 ريال صاروخ ولا حاجه وكلته يوم، تفرح قوي طب خد يا حبيبي ال10 ريال والحقيقه ان الواد خد حبايه ولا حاجه. فكونوا حريصين قوي على انفاق اولادكم في المراحل الجايه، ان الفلوس بتروح فين وبتيجي منين وكم المصاريف وازاي، ان للاسف الحبايه بتبقى احيانا ب5 ريال وب7 ريال وب10 ريال وعاوز يجيب اي حاجه وخلاص. فبرضه التعاطي جزء مهم جدا جدا من انزلاق ارجل اولادنا، ثم العوارض الاكتئابيه بعد كده بفضل قدر الله سبحانه وتعالى. في عندنا بقى حاجات مهمه، ايه العلامات التحذيريه اللي تخليني اقول هو ابني او بنتي دخل ولا ما دخلش. قلنا العلامات التحذيريه اللي لازم افهمها كاي اب او كاي ام حريص لاولاده، اول حاجه احساس ابني او بنتي بالاكتئاب وبالزعل وبالتوتر، ان كده الواد لقيته ايه بقى زي ما متغير، بدا يسهم بدا يسرح ماشي.
طبعا عدم التحاور مع الاولاد مدعي للاكتئاب ده اساسي. اذا كان هو ما عندوش الا انت في البيت او انت في البيت فلازم يستمع ليك كويس، ولازم يتكلم معاه، ولازم يشاركه في الحوار. الحوار هو اللي بيوجد روابط التواصل بيننا وبين اولادنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه العلامات التحذيريه؟ اما الاقي ابني او بنتي بدا يشرد شويه عني، بدا يقعد لوحده، بدا يفكر، بدا يبقى بيذاكر وذهنه سرحان او مسهم او ذهنه مش حاضر زي ما بيقول بالمصري. تاني حاجه ان قلنا لو بدا يعيط من غير سبب، لو حاجه حصلت صغيره كده وبصينا لقينا عاصفه من العياط غير مبرره، ما تعديش الموقف، ما تقولوش انت تدلع ولا انت، لا ركز كده وفكر وتقول ليه. طب طول عمره مثلا بيقع كوبايه الميه الفاضيه على رجله ويعديها، اشمعنى النهارده بعيط قوي؟ يبقى حدث صغير بس عمل عاصفه كبيره من رد الفعل. ارجع شويه، في حاجه غلط في الولد او البنت. تاني حاجه تغير المفاجئ في الشهيه، تاني تغير المفاجئ في الشهيه. طبعا في سؤال قاتل، يعني رسائل الوالدين اللي بيفرقوا في اولادهم. رسول الله عليه السلام افضل خلق الله على الارض كان بيعدي بين اولاده حتى في القبل. جاء رجل امام الرسول عليه السلام فجاء ابنه فقبله وضعه في حجره، وجاءت بنته فاجلسها جنبه، فقال له صلى الله عليه وسلم الا سويت بينهما؟ يعني عادي الواد دخل في الاول فجاء بيسه كده وحطه على حجره، يعني ايه يعني؟ فجاءت البنت، فالمفروض الطبيعي ان فيش مثلا مكان ليه في الحجرين، فقعد جنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الا سويت بينهما؟ اولادنا الصغيرين، وتحذير يا جماعه، والله بيسجلوا كاميرات فيديو متحركه انك بوست اخته وما بوستوش، نادت اخته بالاسم الفلاني ونادته بالاسم العلاني، يعني دي فروقات. عشان كده انتوا بتستغربوا اما تلاقوا مثلا طلع اولاده كبار بعد كده بعد وفاه الاب والام ولا حتى في حياتهم، يقول لك والله العيال بيكرهوا بعض مش بيحبوا بعض يا دكتور. لا، انتوا اللي كرهتهم في بعض، انت اللي مفرق، انت اللي عامل الكبير على طول ان ده انت الكبير، انت السيد عليهم، انت 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 السلطان، وانت الصغير احترم اخوك الكبير. طب اخويا الكبير غلطان، طب اخويا الكبير اساء، لا عيب ده الكبير، طب وانا لما غلطت انضربت فوق دماغي، دي مشكله خلي بالكم. يبقى انتوا اللي كرهتهم في بعض، فحذاري من الحته دي التفرقه. ربنا يعافينا يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى في القبل، يعني لو بوس ده ابوس ده. اولادنا الصغيرين بنشوف بنلاقي الاب والام لما الولد والبنت يكبروا شويه هوب الاب ما يحضنش بنته او الام ما تحضنش ابنها، لا لا محتاجين لغايه والله لغايه ابنك وبنتك ما يتجوزوا، والله لغايه بعد ما يتجوزوا اما يزورك في البيت، بنتك محتاجه حضنك وابنك محتاج حضنك برضه. حته برضه تعال هل كثره التاديب والتعاليم منح سلبي ام ايجابي؟ بصوا، كثره التوجيه بالالفاظ تزعج وتقتل وتغيظ النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما قال لحد في التوجيه انت يا فلان او انت يا علان. شوف كده حديث الرسول ما بال اقوام. اما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر في يوم من الايام فجاه من غير اي سابق انذار وخطب، قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا، اللي هي واحد قال لا اصوم اصوم ولا افطر، والثاني قال انام ولا اقوم ولا انام، والثاني قال لا اتزوج النساء. ما قالش على يا فلان او تعالى يا علان، ما وجهش، قال ما بال. التوجيه في الاطفال بحاجتين ذكيتين، اما بالعمل من غير منطق او بالتلميح من بعيد. يعني مثلا ايه؟ والله على فكره كان في قصه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فالواد او البنت صدقوني بيدرك وبيعمل، هو عامل مطنش خلي بالكم، يعني كانه مطنش بس لا هو سامع ومركز، وهتلقي شيء في ذهنه بدل ما تقول له انت غلطان وانت عملت. يعني هقول لكم حكايه حلوه في التوجيه بس بالذات كده. كان في راجل مخضرم الله يرحمه ويحسن اليه، مشى في يوم قابل ابنه، لقى ابنه كده بس ابنه بص كده يعني في خده وحضنه وبتاع، فابنه بيقول له خير في حاجه يا حاج؟ مش حلوه البوسه دي، يعني في حاجه كده غلط في. فقال لا والله مش عارف. قال له لا 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 في حاجه. قال له بصراحه ربنا انا كنت ماشي شفت واحد شبهك معاه سيجاره، فلفيت من ورا المدرسه وجيت من ورا ماشي 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 لغايه ما وصلت الحمد لله لقيتك مش انت، فبوستك فرحان ان ما طلعتش انت. فالطفل الصغير بيقول له بحسني طب يعني طب ليه ولفيت من ورا؟ ما كنت تيجي في وشه كده، لو كنت انا كنت ضربتني قلمين ثلاثه وخلاص وكسرت عظمي بمثل المصري يعني. فقال له لا انت لو كنت انت ما كنتش هتراك برضه، وكنت هرجع من وراك من غير ما تحس بيا. بيقول لي قال له عشان ما كسرش الحاجز الادبي اللي بيني وبينك، ما انت لو انا ضربتك وانك انت بتدخن طب خلاص هتقول في ذهنك ما بابا شافني بدخن بقى خرب يعني، لكن هسيب حاجز الحياء موجود، بس هديك امثله على التدخين من بعيد لبعيد. هقول لك انت كبرت، انت مؤدب، انت محترم، خلي بالك السن بتاعك سن دخان، انت ما انت زي زمايلك، انت احسن منهم، انت
تدخنش دلوقتي انت صغير، اما تكبر انت حر في حياتك يعني. فعشان كده التلميح وليس التصريح او القدوه. ما تضربش ابنك ابدا على انه يكون صادق وانت بتكذب، ما يضربش ابنك او بنتك على انه ما بيصليش وانت الصلاه اذنت وانت قاعد في البيت، مش بتكلم عن نزول حتى المسجد وما قمتش تصلي، لا الصلاه الله اكبر سلام يلا يا حبايبي نصلي، ما توقفش قوي ترتبهم في الصلاه ماشي، ولا ابدا بس الله اكبر، هم شافوا الله اكبر قدام عينيهم. فالقدره في الاطفال في التربيه اهم جدا من الكلام الكتير ماشي. طيب قلنا برضو من العلامات التحذيريه في عجاله، قلنا الحزن او الاكتئاب، التغير المفاجئ الملحوظ في الاكل، ما كانش بياكل بدا ياكل، ما كانش بيشرب بدا يشرب، او العكس كان بياكل بدا ما ياكلش، كان بياكل كل الانواع بدا يتافف ويختار ويبقى سيلكتيف، كان سيلكتيف بدا يعك ويرمرم. يعني التغير في الشهيه برضو تغير النوم، كان بينام كويس جدا زي الملاك ويصحى الصبح بدا يقلق بالليل مش عارف ينام، بتالف في النوم كان عذرا يعني، كان بيتحكم في البول بتاعه فجاه ينفات عليه البول لاي سبب من الاسباب، معناه الولد او البنت تحت ضغط تحت ستريس تحت توتر ماشي. برضو اهي القعده بتاعته بقى، القلق التوتر التنطيط التكسير الرمي عدم سماع الكلام العناد الغير مبرر، كل تغيرات سلوكيه تخليني ابن او بنت في حاجه، احساس الولد او البنت تاني بالوهن او بالكسل، كسلان متراخي ماشي، دي مصيبه سودة لان الولد محبط من جوه عارف يعني. اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن أعقبها، وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل الضعف الوهن. في أفضل طرق التعزيز البصري والمدح والثناء، شوفوا دائما وأبدا المدح هيجيب نتائج إيجابية. طرق التعزيز البصري حاجة واحدة بس يعني، ربنا يا ربي يقوينا كلنا عليها، ارموا جوالاتكم من إيديكم هتشوفوا بعض، فاهمين الفكرة؟ بابا ايوه يا حبيبي خير قول. سامعك قول، انت قتلته كده خلاص بح مع السلامه. ما تزعلش بقى انت كمان لما تيجي تكلمه بعد فتره وهو عامل لك كده، ايوه يا بابا خير يا ابني بص لي، ايوه يا بابا خير، ما اياها. وربنا يحمينا من اخطاء نفسنا، كلنا بشر وكلنا ذوي خطا. حتى انا ساعات بقول لبعض المرضى كده، انا بتعلم منكم وانتوا تعلموا مني، فاهمين الفكره؟ فالتواصل بس ارمي حاجتك وبص قدامك، بص في عينيه هو بيتكلم، حتى معلش ابني اهم من مديري المفروض يعني، وبنتي اهم من مديرتي، لان ابني او بنتي هو اللي هيدخلني الجنه او النار، لكن مديري هيخصم مني او يديني علاوه، ممكن اخدها اشتري بها اكل ولا اخدها تقع منه وحد يسرقها، لكن ابني او بنتي هيدخلني يا جنه يا نار. فانت لو دخل مديرك عليك او مديرتك عليك وانت ماسك الجوال هتعمل ايه؟ هسيب الجوال واقف، انا ازيك يا فندم اخبار، اعتبر ابنك او بنتك مديرك او مديرتك لاخر اللحظات، ودي مهمة جدا والله، ربنا يعافينا من أخطاء نفوسنا يعني. طيب قلنا برضو من الحاجات التحذيرية والتنبيهية، إن اتفقنا ابن أو بنت كان تحصيله جيد جدا أو ممتاز في المدرسة بدأ يقل التحصيل، بدأ يقل الانتباه، بدأ يقل القدرة على الحفظ، كلها علامات إن ابن أو بنت قد يكون داخل في علامة اكتئابية يعني. أنا أعتقد إن كده طولنا شوية أو زودنا عن المدى المطلوب. برضو في حاجة أخيرة، الشكاوي الجسدية المتعددة، شوية بطني بابا، رجلي، دماغي، صداع، وداني، الولد بيشتكي او البنت شكاوى متعدده، في الغالب الشكاوى المتعدده بيسمى الاعراض النفس جسميه اللي هي سوماتيزيشن ديس اوردر، لها مرجعيه اكتئابيه او مرجعيه عن ستريس موجود في الولد او البنت. كيف اسحب من ابني بعض العادات السيئه مثل التلفاز بكثره؟ ابدا غير فيك انت، في كان في قاعده ذهبيه جولدن رولز بيقول اذا اردت ان تغير شيئا في ابنك او بنتك غيره فيك اولا. مش هيبطلوا الجوال وانا ماسك الجوال، ما ينفعش، ابدا انت كمان سيب الجوال. بطلوا تلفزيون وانا قاعد طول النهار قدام التلفزيون، من فيلم لفيلم او من مسلسل او من ماتش لماتش مثلا. نسمع دايما اشرب عصير الليمون لما تشوف شخص، السؤال نشوف السؤال معلش، اشرب عصير الليمون لما تشوف شخص متعصب، هل طبعا الاغذيه الغذاء، في حاجه اسمها العلاج بالغذاء احيانا ممكن نبقى نعمل حلقات عنه. الاغذيه لها مردود علينا يعني، في مشروبات مرخيه ومشروبات مهدئه ومشروبات مريحه للنفس، فالليمون، الزنجبيل، الريحان، الكركديه، المراميه، الكاموميل اللي هي البابوني، الزنجبيل كلها مشروبات مرخيه، فممكن فعلا ساعات الليمون بالنعناع، الليمون البارد، حتى الحاجات البارده كلها ممكن تهدي شويه اثناء التوتر والقلق والعصبيه. طبعا قلنا الحاجات من ضمن الحاجات برضو الغريبه جدا في الاطفال اللي خليك تبص لابنك او بنتك، الريسك تيكنج بيهيفير، يعني ابني كان دايما ايه يقعد كده خواف، فجيت لقيت ابني بقف على السور بيتحرك بدون
حرص يجري في الشارع من غير ما يبص يمين وشمال، كأن الولد فقد الخوف. ما عرفتش يساوي بقى، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني بابا يقول له ما تعديش الشارع عشان تعبت هتضربك وتموت وبتاع، ما اموت. الواد بدا ياخد ريسك تيكنج بيهيفير، اللي هي السلوكيات العدائيه او اللي تحتوي على مخاطره، معناها ان ابنك او بنتك في حاجه غلط في المرحله دي، في حاجه غلط في المرحله دي، لازم برضو تنتبه وتستمع. هنرجع تاني حاجه برضو، في حاجات حلوه قوي اللي هي قلنا زي البكاء المستمر، الحساسيه للنقد، ماشي، البكاء المستمر، الحساسيه للنقد. يعني قلنا كنت بقول له اسمع الكلام يبتسم، دلوقتي اي كلمه بدا يعيط وتحسس، يقول لك انت مالك بقيت حاسس كده ليه، او بقيت ازاي نزيد الحساسيه لغايه في الصف الثاني الاعدادي. والسؤال الثاني بيقول الكلام بصراخ من قبل الطفل، ما قلنا الكلام بصراخ من قبل الطفل، عندنا حاجه من الاثنين، ابني او بنتي بتكلم زي، خلي بالك. فانت لو انت الصراخ ده اول حاجه نعملها الاول، دور على ابنك او بنتك الصغير على الاستماع، ان يا ترى السمع بتاعه سليم ولا مش سليم، ان لا قدر الله لو في خلل في طبله الودن او في شمعه او حاجه من دي ممكن يبقى بيسمع فتلاقي صوت عالي او التون بتاع الصوت مش متوافق. فاول حاجه بس عشان ما نظلمش اولادنا نكشف انف واذن وحنجره الاول، استبعد اي حاجه عدويه. ثم بص لسلوكك انت وانت تكلمه ازاي، انت اللي هناك تعالى ولا حبيبي وحبيبتي تعالوا. ان خلالك ساعات الابن او البنت بين صوره الاب او الام او صوره متكرره قدامه، ما تستغربش قوي اما تشوف ابنك بيتكلم بصوره انت ما قلتهاش، بس لو ركزت ختم التلفزيون مثلا ولا حاجه، الله حلو، حد بيقول الاطفال مرآة الاهل، دي جميله صح، صح. انت ابنك او بنتك كاميرا متحركه هتعكس صورتك قدام الله اعلم امتى، فشوف الصوت العالي ده، قلنا استبعد الانف والاذن الاول، ثم شوف راجع سلوكياتك او سلوكيات الام في البيت او مسلسل او فيلم او كرتون فيه شاوتنج، في صوت عالي او حده في اللفظ او تجاوز في الكلام او في الالفاظ. الحصيله اللغويه، الحصيله اللغويه لا تاتي الا بثلاث حاجات، قراءه، استماع، ممارسه. قراءه يعني اقرا له او هو اللي بيقرا او بيسمع ميديا مقروءه، استماع، ثم ممارسه. وتخيل لو انت قاعد، انا بكلمك بالانجليزي لمده 6 شهور بعلمك انجليزي وانت مفيش عندك في اي احتياج في حياتك للانجليزي، هتنطقه ازاي؟ انت قاعد تكلم ابنك عربي وبتاع مش عارف ايه، واول ازمه بتيجي هوب قالب اللغه الانجليزيه كلها، يبقى هيتكلم عربي ليه؟ فالحصيله اللغويه بتاعت لغه بلدك اللي انت قاعد فيها او اللغه، الاولاد ممكن يتعلموا 3 لغات في وقت واحد بالتوافق مفيش مشكله، لابد يكون فيها لها لفظ استماعي بيشارك بيه او قرائي عشان احس باحتياج ليه، ثم ممارسه، اني بقول له والله روح قول لعمك فلان او لطنطك فلانه او باللغه اللي انت عاوز تنمو عند ابنك او بنتك. لكن سايبه طول النهار على الجوال او التلفزيون مفيش لغه هتنمو طبعا. في برضو الحاجات الحلوه اللي قلناها، قلنا الاعراض الجسميه كلها خاصه الام البطن والصداع، ابنك او بنتك ممكن يصدع ويبقى البطن بيكون ده كله مرجعيه نفسيه زي اللي بيقول القولون العصبي في الكبار، هو الام البطن في الاطفال الصغيرين. يا ترى الاكتئاب في الاطفال ليه علاج؟ الاكتئاب في الاطفال ليه علاج، وقلنا قبل كده يا جماعه ما تخافوش ابدا، اللي يحب يجي يزور العياده اهلا وسهلا عندي او عند غير من زمايلنا الافاضل، مش بالضروره ابنك او بنتك ياخد دواء. وزي ما بقول لكل الناس الزوار اللي جونا، ما تجيش للدكتور تتشرط عليه، انا جاي لك مش عاوز، لا قول انا جاي لك بعرض مشكلتي، ثم بعد ثقتك في الله سبحانه وتعالى الدكتور امين على ابنك او بنتك لانه يحاسب عليه يوم القيامه، فهيختار لك الافضل. في بعض الحالات بتكتفي بالعلاج السلوكي بس، في حالات بنحط الدواء بس، في حالات بنحط الاثنين مع بعض، ماشي، كجزء من العلاج السلوكي وجزء من العلاج الدواء عشان نصل بالسلامه. اغلى ما نمتلك في حياتنا هي اولادنا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كلنا قد نكون مش علماء، كلنا قد نكون مش اغنياء عشان الصدقه، لكن غالبا كلنا هنتجوز ويبقى عندنا اولاد، فده اللي هنسيبه في الحياه بتاعتنا. يا رب يكونوا ذريه صالحه، يا رب يدعونا ندخل بهم الجنه بفضل الله. شكرا مره ثانيه لجمعيه اشراق على الاستضافه الجميله، واسف لو كنت اطلت عليكم، وشرفني مداخلاتكم واسئلتكم. طبعا يعني جزء من ده اما من خلال جمعيه اشراق او حتى من خلال صفحتي انا شخصيا على اليوتيوب عيادتكم بخير، او على الانستجرام او السناب. اهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وراكم على خير دوما يا ابدا يا رب. السلام عليكم.